بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل معكم الحلقات السابقة وموضوع الديانات السماوية والغير سماوية مع سماحة السيد عبد الغفور المفضل. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد، نكمل معكم في هذه الحلقة إن شاء الله، والسؤال: أحكام الردة موجودة بالأديان السماوية وهي قتل المرتد، فهل هناك حكم للردة بالإسلام؟ وإذا كان يوجد حكم للمرتد، فكيف نربط بينه وبين قول تعالى ومن شاء فليكفر وقول لا إكراه في الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا أحكام الردة موجودة بالإسلام، نعم، وقتل المرتد موجود أيضا كحكم موجود، ولكن هذه طبعا مثل ما نقول أنه هي أيضا مو فرية، وإنما هي صحيحة موجودة، لكن التصيد بأنه كيف يعني يحاولون يمزجون بين ومن شاء فليكفر أو لا إكراه في الدين، هذه ما لها علاقة بهذه. إذا أريد يعني هاي مجرد أنه شنو خداع يخدعون بها المقابل بأنه الحكم لا يتناسب ما مع هذه الآيات أو مع تلك الآيات. بالنسبة ومن شاء فليكفر، هذا يمتى؟ إذا مثلا طرحت عليه العقيدة الإسلامية أو الديانة الإسلامية، طرحت على الفرد كإسلام، يعني لما نجي هسه إلى أي شخص من الأشخاص، مثلا في نفرض في أوروبا أو في دول أخرى اللي هم مثلا يتدينون بديانة غير ديانة الإسلام، نجي نسألهم نقول عندنا احنا إسلام، والإسلام خاتم الأديان، وعندنا نبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وعندنا أحكام وعندنا تعاليم وعندنا هذه كلها، ونشرح لهم إياه. هنا ومن شاء فليكفر، نا جاءت ومن شاء فليكفر، وقضية لا إكراه في الدين هذه أيضا بحث آخر، بحث مطول فيها لا إكراه في الدين، يعني هذين الاثنين ما يتعلقان بقضية أحكام الردة أو الردة، زين، ما لهن علاقة بها. أما أنه ليش يقتل المرتد، المرتد ما يقتل إلا بعد أن يرتد عن من؟ عن ديانة الإسلام. السبب في قتل المرتد، المرتد ليش ارتد هو أصلا؟ المرتد ارتد لأسباب، الأسباب يا أما إغراءات مادية أو مثلا جاه مناصب غيرها، وإلا كفكر مستحيل إنسان يحترم عقله يدخل إلى الإسلام ويعرف تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وما جاء به الإسلام من بداية التعاليم إلى نهايته، وشنو ويرجع عن من؟ عن هذه التعاليم إلى ديانة أخرى باعتبار هي ديانة مكملة. بالعكس، أنا جاي نشوف من بعض الديانات الأخرى، مثلا من البوذية، هسه احنا عندنا مثلا الصين ناس تدين بمن؟ بديانات ديانة بوذية، يدينون بديانات بالديانة المسيحية. عندك جنوب شرق آسيا كانت أغلبيتها دياناتهم ديانات عبادة أصنام، وهسه تشوف الحمد لله والشكر يعني أندونيسيا بلد مسلمين، ماليزيا بلد مسلمين، بعض من سنغافورة، بعض من تايلاند، بعض من فيتنام، بعض من هذه الأديان، من هذه الدول اللي هي جنوب شرق آسيا اللي كانت معتمدة على دياناتها بمن في على عبادة الأصنام، ولما دخلوا للإسلام وهم تعاليم وبسيط يعني جدا عندهم فطرة بسيطة ومعلومات اللي عندهم دخولهم للإسلام جدا معلومات بسيطة، ومع ذلك ما رجعوا عن الدين الإسلامي. هنا تصير علامة الاستفهام، ليش رجع عن الدين الإسلامي ودخل ديانة أخرى؟ مثلا هو كان على ديانة مثلا شنو مسيحية وصار مسلم، وبعد أن أكمل الإسلام وكذا رجع شنو صار؟ غير شيء. لا، إحنا هذا ما يصير عندنا. ليش؟ لأنه معناها، وهذا ما طلع إلا لقضية،
ما طلع من الإسلام إلا لقضية. شنو القضية هاي؟ يحاول بيها شنو؟ يحاول بيها ضرب الدين الإسلامي، وهنا يعتبر شنو؟ حربي. والحربي واجب علينا الحاربة، الحربي واجب علينا الحاربة باعتبار أنه كفر، والكافر الحربي لازم الحاربة. فهنا الحرب يعني توجب القتل، وهذا أبسط ما يستحق أنه يقتل باعتبار ضرب أكمل الأديان وأوثقها، وحاول يطلع أن يشوه سمعة الإسلام والمسلمين. لذلك أنه قتل المرتد هنا في هذا الباب إطلاقا ما بي أي ظلم، بل بالعكس من العدل. لذلك احنا نشوف عندنا بعض الناس اللي هربوا واحتضنتهم بعض الدول اللي هي انطتهم هالحصانة هذه إلى يومك هذا. مثلا نعطيك فد مثل، أعطيك مثلا سلمان رشدي. سلمان رشدي انطوه منصب وانطوه أموال وانطوه فد أشياء موجودة في فرنسا وفي غيرها من المناطق، انطوه على ضوء هذه. هو أيضا إنسان يعني شيوعي، يعني ما عنده إيمان، لكن شنو؟ مسلم. بمجرد أن ترك، وطبعا ها بمجرد أن طلع كتاب أسابي إلى الإسلام وارتد، هنا أحل قتله. ليش؟ لأنه حارب. احنا عندنا الحربي يقتل، لأنه متى ما أعلن الحرب على الإسلام يقتل. زين احنا إذا مثلا شخص يعلن على الحرب شنو نقعد نظل مجرد أنه مستمعين إليه؟ نخليه لما يدخل يقتلنا ونقول ها ليش مثلا قتل؟ لا لا، بالعكس، هذا الحكم موجود وهو أبسط ما يستحق أن يكون شنو؟ أن يقتل. لهذا السبب أنه حكم المرتد موجود وإحنا نقره، وبالعكس نعلن على الملأ أنه هذا حكم المرتد أنه يقتل. نعم. لأنه كافر حربي. نعم. سماحة السيد، لماذا الأديان السماوية تعتبر أن الأديان الغير سماوية أقرب لها من الإسلام وتفضلها على ديننا؟ أسباب، أبسط الأسباب باعتبار أنه الإسلام خاتم الأديان. هم كيف شلون يجي شلون تجي ديانة بعد ديانتنا تحاول تفرض نفسها علينا؟ طبعا بالنسبة لهم ما يصير هذا الشيء، ما يردون هذا الشيء أنه ديانة تفرض نفسها على ديانتهم. والدليل على أنه اليهود لما إجت لهم الديانة المسيحية وعيسى بن مريم سلام الله عليه، لما إجوا ما تقبلوها الديانة المسيحية، ما تقبلوها إطلاقا. ونفس السبب صار، والأمر أيضا صار وين؟ لما إجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالديانة أو بالإسلام، ما تقبلته أيضا الديانة المسيحية إلى يومنا هذا، والديانة اليهودية ما تتقبل. فما يحبون أنه تنسخ شرائعهم أو شرائعهم، ما يحبون أنه تنسخ. لهذا السبب يكون يميلون إلى تلك الأديان باعتبارها أنه أديان، نقدر نقول أديان ثانوية بالنسبة لهم، مو منا، أديان ثانوية. لكن إحنا كمسلمين نحترم كافة الأديان، نحترمها احترام، لكن مو شرط أنه نقرب التعاليم مالتها. فيكونون هم أقرب إلى تلك الديانات طبعا، لأنه الديانة الإسلامية ناسخة للديانات السابقة. هل يجوز للمسلم أن يحتفل مع أصدقاء الذين ينتمون لأديان غير سماوية؟ بالنسبة يعني احنا الفقهاء الحمد لله والشكر الله يطيل لنا بأعمار الموجودين ويرحم السابقين منهم، وضحوا هذا الأمر يعني بشكل أو بصورة جدا دقيقة. الإسلام ما يمنع التعايش السلمي مع كافة الأديان، بل العكس، أنه إذا كان عندك تعايش غير سلمي احنا نفرض على المسلم أنه يتعايش تعايش سلمي. إذا كان مثلا مجتمع سلمي من ديانة أخرى ويجي المسلم يحاول يشوه سمعة الإسلام، هنا أو هنا نقول أنه المسلمين أو الفقهاء أو حتى المفكرين بالإسلام يجبرون المسلم على أنه شنو؟ يكون حسن السيرة والسلوك مع الأديان الأخرى، باعتبار هذا مسلم، والمسلم يمثل شنو؟ يمثل ديانة. فالانطباع راح يكون عن من يطبع عن المسلم، هو شنو انطباع عن الأديان، عن ديانة الإسلام. فشي يطلع من عنده هذا
يكون شنو هو هذا الإسلام. لذلك أنه الفقهاء يقولون ماكو يعني ضرر بأنه تروح تسلم عليهم تهنئهم في أعيادهم، لكن يعني إذا كانت مثلا حفلات طرب ورقص وغيرها لا، لأن هذه ما تلتقي مع الأديان الإسلامية لا من قريب ولا من بعيد، فالاجتناب أولى. زين، أو بالأحرى لا يجوز أنه يدخل معهم في هذه الاحتفال، يجيهم مثلا في أعياد رأس السنة مثلا يهنئهم بأعياد رأس السنة، بأعياد ميلادهم يهنئهم، مثلا إذا كانت عندهم ولادة أو غيرها يهنئهم، ماكو إشكال، يبدي لهم الاحترام، لكن مو شرط أنه شنو ينجر إلى ما يريدون. نعم. سمحت سيد، هل الأديان الغير سماوية جذور في الأديان السماوية أم أنها استنبطت عقائدها وطقوسها بشكل منعزل تماما؟ بعض الأديان الغير سماوية انعزلت، نعم، يعني عندها بعض التعاليم والأحكام اللي هم مثل ما أسلفنا أو مثل ما قدمنا بالحلقات السابقة أنه إجوا بديانة أو عفوا بتعاليم وأحكام، هذه التعاليم والأحكام إجوا بها منين؟ من الأساطير والخرافات والعادات والتقاليد طبعا للموقع الجغرافي اللي يعيشونه، واستنتجوا هذه الديانة ومشوا عليها حتى وإن سمعوا أو لو أو ما سمعوا بالإسلام. هذه بالنسبة نقول الفقرة الأولى. الفقرة الثانية، نعم توجد بعض الديانات اللي هي اقتبست من الإسلام، واقتبست منين؟ من مثلا الديانة الهندوسية اللي هي مثلا الديانة السيخية. هاي الديانة السيخية إلها جذور، إلها جذور بالديانة الهندوسية، وإلها جذور وين؟ بالديانة الإسلامية، بحكم أنه الشخص اللي وضع التعاليم داخل الديانة السيخية كان التقى في يعني التقى ببعض بعض المسلمين الصوفيين، التقى بهم وتعلم من عندهم بعض الأحكام، وهذا إجى التقى بهذا الشخص ووضع التعاليم، فيظل يساوي بين أنه مثلا لحم البقر باعتبار أنه البقر محرم عند الديانة الهندوسية، فش حلل لهم؟ حلل لهم ما هو محرم عند الإسلام، حلل لهم لحم الخنزير زين، وحرم عليهم شنو؟ لحم البقر. هاي بالنسبة لمن؟ الديانة السيخية. يؤمنون بالنبوة لكن من منو فقط؟ من معلميهم، يعني هاي قضايا النبوة والتوحيد ماخذينها من الديانة الإسلامية، فيؤمنون بأنه توجد نبوة عندهم، والأنبياء بعد فترة يصيرون آلهة، هاي موجودة أيضا وين؟ بالديانة السيخية. فأكو جذور، لكن هاي احنا ما عدنا، عدنا كنبوة لكن انه يصير إله لا ما عدنا، لكن شنو كمصطلح نبوة موجود، تحريم موجود، فأكو جذور اقتبسوا بها من الديانة الإسلامية ومن الديانة الهندوسية وسووها ديانة، على لأنه كانت هناك يعني معارك دامية طاحنة بين الإسلام أو بين المسلمين وبين الهندوس، فجاء هذا الشخص حاول أنه يقرب، فاخترع ديانة اللي هي ديانة السيخية ووضع هاي التعاليم والأحكام. فنعم توجد بعض الديانات لها جذور في تلك الديانات أو بالديانة من الديانة الإسلامية. نعم. هناك أفكار وثنية موجودة بالأديان السماوية كالأصنام، فكيف دخلت عليها؟ نعم توجد عندها هذه النظرة اللي هي نظرة الآلهة المجسدة أو المجسمة، موجودة هذه عندهم النظرة، باعتبار هذه طبعا مو جديدة، هذه من يعني من العصور السابقة أو الديانات السابقة. أعطيك فد رواية موجودة كانت أو لا زالت، هذه الرواية بعهد النبي موسى، أنا يمكن شرحتها بالحلقات السابقة. الديانة اليهودية لما جاء موسى سلام الله عليه وأعطاهم كافة التعاليم وحاول يبسط لهم الأمر بأنه يوجد إله
ويجب عليكم العبادة عبادته، وهذه التعاليم كلها شرحها لهم. هم ما قدروا يستوعبون انه ماكو اله مجسم، ليش هم هذول الباقين ليش عندهم آلهة واحنا ما عندنا؟ واحنا من باب اولى انه يكون عندنا آلهة باعتبار انه عندنا نبي، هم بالنسبه لهم هذا قولهم، باعتبار عندنا نبي فالافضل شنو؟ يكون عندنا اله مجسم نعبده، خلينا نسد حاجتنا الى ان عد تصير قضيه وبعدين نشوف شنو الترتيب بالنسبه لهم. فلهذا السبب كانت عندهم نظرة أنه ما يقدرون عندهم، يعني ما يقدرون يتوقعون أنه الإله ما يكون مجسد وما عنده. ليش نروح بعيد؟ أيضا الديانة المسيحية إلى الآن ادخل الكنائس وشوف، الكنائس مملوءة بالأصنام، وبمجرد أن يشوف الصنم سوى صلاته أو صلى، بمجرد أن يشوف الصنم، أما إذا ما شاف الصنم لا عادي يعبر. سمحت سيد، ما الحكمة من أن الإسلام شرع الزواج من المرأة الكتابية ويحرم الزواج من الأديان الغير سماوية؟ قضية الزواج طبعا قضية جدا كبيرة وتترتب عليها آثار، سواء كانت هذه الآثار مادية أو آثار معنوية. بالنسبة للزواج من المرأة الكتابية يجوز، ليش؟ لأنه مرأة كتابية دينها سماوي، وإحنا كمسلمين عندنا الكتابين، عندنا نقول بأنهم طاهرين، يعني عندهم ما دام كانوا ديانتهم سماوية نحكم عليهم شنو؟ بالطهارة. أما غير السماوية لأنهم أصلا ما يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى فنحكم عليهم بأنه شنو؟ أنه غير طاهرين، أو بالأحرى يكونون نجسين. لهذا السبب انه ما يصير الطاهر يتزوج من النجس، ما يجوز نهائيا، ما يعني يخرج شنو اللي يطلع؟ اللي يطلع يا اما الولد يكون تابع لديانه امه، وهنا بخس حق الاسلام. ولهذا السبب يعني تترتب عليها اثار اجتماعيه كبيره. عندنا نوعين من الزواج، الزواج اللي هو الدائمي والزواج المؤقت. الزواج المؤقت يبيح الفقهاء الزواج المؤقت من المرأة الكتابية. أنا سألوني سؤال، قالوا سيدنا ليش هذه المرأة الرجل المسلم يتزوج من المرأة الكتابية؟ يجوز عندكم، لكن العكس ما يجوز. ليش؟ يعني أنه المرأة المسلمة ليش ما تتزوج من الكتابي؟ سؤال جميل جدا. المسلم لما يتزوج من المرأة الكتابية هو أيضا المسلم باعتباره مسلم يقر بديانة، عفوا يقر بعيسى سلام الله بأنه نبي وخاتم، عفوا نبي ومرسل، أيضا يقر بموسى بأنه نبي ومرسل، يعني ما يبخسهم حقهم. لهذا السبب إذا تزوج أنه يحترم ديانته، محترم لهذه الديانة ما عنده إشكال بها، وما انه مثلا يرتب عليها احكام اخرى. لكن العكس لما تجي امراه مسلمه تتزوج من كتابي لا يجوز. ليش؟ لانه ابسط الاشياء هو اصلا ما معترف بالديانه الاسلاميه، ولو معترف بالديانه الاسلاميه خوش صار؟ صحيح. صار مسلم. صحيح. لهذا السبب ما يصير المراه تتزوج، بعدين اذا تزوج هنا ايضا الولد يكون تابع لابيه، يلحق بابيها من البديهيات، يلحق بأبيه والأب هنا مسيحي وصارت منه، فصار أيضا أثار اجتماعية، فهنا أيضا الصورة اختلت. والإسلام ما يتقبل هذه القضية باعتبار شنو؟ أنه اللي ما يحترم الديانة لا يتزوج، ما نزوجه. هذا حتى عندنا هسه، حتى احنا كمسلمين بيناتنا إذا شخص ما ملتزم، أول ما تسأله مثلا شخص يتقدم إلى خطبة بنتك، تسأله مثلا شنو ترتيبه، شنو أخلاقه، شنو ديانته، دينه شلونه، ملتزم لا ما ملتزم، على ضوء الله يزوجونه. وإحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه حديث جدا واضح، قال من جاءكم ترتضونه شنو دينه وخلقه فزوجوه. أول شيء قدمه هو الدين، انه ديانته شنو نوع ديانته؟ هذا متدين؟ لا. اذا متدين وعنده اخلاق زوجوه، ما قال
إذا جاكم من ترتضون مثلا أمواله، أو من جاكم من ترتضون جاهه، أو جاكم من ترتضون علمه، أو جاكم من ترتضون، لا قال من جاءكم ترتضون دينه وخلقه فزوجه. متدين أخلاقه زينة حلوة عالية، توكلوا على الله زوجوا بناتكم. ليش؟ لأنه هو هذا اللي راح يحافظ على من؟ على البنت، باعتبار ملتزم دينيا يحافظ على البنت. من هذا المنطلق أنه الإسلام ما يريد يضحي بالمسلمات، يحترم المسلمات، يقدسهن تقديس ما نقدر نعطيهن البنات إلى غير المسلمين. وأيضا مو كل المسلمين، يعني بعض المسلمين اللي هم متدينين، نعم مو احنا انا بين هذا المنبر اقول انه مثلا ما يجوز تزويج غيرهم، لا لا، اقول المسلمين يجوز تزويج المسلمين، لكن شنو عندنا احنا الاخلاق والدين. فالناس طبعا من باب اولى يقول لك انا اذا اتقدم لواحد متدين وواحد غير متدين، انا اقدم المتدين على غير المتدين، باعتبار هذا الشخص شنو صاحب ديانه، هو راح اللي يحافظ على هذه الجوهره اللي بعد يوم يومين انه شنو راح تكون ام، والام راح تنتج اولاد. الاسلام حرص كل الحرص على انه شنو المراه تقدس، فما يحب انه يخليها تتقرب منين من الدنس او الرجس. نعم. سماحه السيد، هل تعتقدون بان النصارى هم اكثر الناس موده للمسلمين؟ بحكم تجربتي اللي بلاد الغرب، النصارى المسيحيين في تلك البلاد ما ينظرون للمسلمين مثل ما ينظرون لها النصارى اللي موجودين في البلاد العربية. يعني المسلم النصارى في البلاد العربية أو المسيحيين في البلاد العربية أشد من المسيحيين في البلاد غير العربية. هناك متعايشين بالعكس، نعم مودة عندهم، مودتهم مع الجميع سواء كان مسيحي مسلم صابئي يهودي مجوسي هندوسي سيخي، ما عندهم مشكلة. أهم شيء يكون شنو أنت إنسان تحترم القانون، ما تسوي مشاكل، تحترم. غير ذلك لا، ما تحترم إطلاقا. لهذا السبب هم مو أكثر مودة يعني للمسلمين، لكن عندهم خلافات مع الأديان الأخرى، نعم خلافات مع الأديان الأخرى. وباعتبار أنه الديانة المسيحية هي أقرب ديانة للديانة الإسلامية، مو من ناحية يعني وإنما من ناحية البعد الزمني، زين هذه أقرب للديانة الإسلامية، وتكون حتى تعاليمها نوعا ما بالنسبة للمسيحية تقترب قليلا من تعاليم الديانة الإسلامية. نعم، فنقدر نقول أنه بس من هذا الباب أنه قريبين من الإسلام فقط. نعم. سماحة السيد، هل كل الأديان الغير سماوية لديها أصنام؟ يعني عندك الديانة السيخية ما عندهم أصنام، الديانة السيخية ما عندهم أصنام، وإذا وجدت فوجدت إنه من باب الاعتزاز بالشخص. نعم عندهم صور. نعم. صور يعني الديانات البقية سواء كانت بوذية هندوسية، الهندوسية أخو أكثر الديانات عندهم أصنام، يعني عندهم الراب مثلا عنده هذا 7 ديان، ذاك عنده 8 ديان، يعني وهذا فيل وهذا ما اعرف شنو، فعندهم موجوده الديانات. الديانه الهندوسيه يعني من اكثر الديانات اللي تمتاز بمن بالاصنام. البوذيه نعم عندهم، المجوسيه او نقدر نقول الزردشتيه، الديانة المجوسية تقدس النار، تحترم النار والماء، أما كعبادة هم ما يعبدون النار، لا عندهم إله نقول بأنه هو هذا إله الشر، هو عندهم إله شنو للخير، لذلك أنه شنو فقط يقولون. أما كديانة بها أصنام المجوسية ما عندهم أصنام، عندهم فقط هذا الاحترام للماء والماء معذرة والنار. الهندوسية عندهم، السيخية لا عندهم صور، عندهم صور من أوجد الديانة، فيحترمون الصور ما مسوي لها تماثيل. قد يكون مثلا في فترة من الزمنية يعني بسيطة يسوون تماثيل، لكن إلى الآن أنا ما يعني ما وصلتني يعني أخبار أو ما عندي معلومة أنه عندهم تماثيل. قد يكون مستقبلا عندهم،
قد يكون أنه يعني تكون عندهم تماثيل نعم. ويتعبدون عليها. نعم. هل يتم ذبح الذبائح للأصنام في الديانات الغير سماوية؟ في بعض الديانات نعم، يعني الديانة عندك الديانة الهندوسية نعم، كانت الديانة المجوسية نعم يسووها، لكن مو صنم للمعبد أو للمكان. الديانة اليهودية بالنسبة كديانة سماوية، الديانة اليهودية والديانة المسيحية لا ما عندهم هذا الشيء، إنه لصنم أو ينحرون مثلا لصنم، لا ما عندهم هذا الشيء. لكن الديانات البقية اللي هي مثلا البوذية نعم عندهم، الديانة الهندوسية عندهم. لماذا فكرة إصالة الدماء؟ يعتبروا قربان لطرد الشر، يعتبروا هذه قضية أنه لما يجون يقربون قربان يطردون به الشر اللي راح ينزل عليهم في ذلك الوقت أو في ذلك العصر أو في ذلك الزمن. نعم. سمعت سيد، لماذا بعض الأديان الغير سماوية تحرق جثث موتاها؟ هذه حرق الجثث ترجع على العادات والتقاليد والأساطير اللي هي نقدر نقول ثبتت الديانة هذه، اللي هي حتى الآن موجودة عند الهندوس. هؤلاء شو يقولون؟ يقولون احنا بالنسبة ان ما نريد الجسم يلتقي عاملين اللي هي التراب والماء، ما نريد ان يلتقن بهن هذين. يعتبرون انه التراب هو اللي تفيض من عند الحياة، والماء هو اللي يجعل الحياة مستمرة. هذا بالنسبة للديانة الهندوسية، لهذا السبب يحرقونه وبنفس الوقت يرشونه رماد. يدرون الرماد وين؟ في البحر أو في النهر اللي هو معروف عندهم النهر، غاب عني اسمه في الهند. الديانة الهندوسية الديانة المجوسية ما يحرقون الجثث، نعم يحطونه يخلون الشخص في أعلى البرج، يعني تاكله هاي الجوارح زين، وبعدين إذا يبقى فقط عظام يذبونه في داخل البرج، يكون أكو فوهة يذبون العظام المتبقية هناك. ففقط الديانة الهندوسية اللي هي تختص بالحرق. نعم الديانة هسه حاليا الديانة المسيحية أو الكاثوليكية دخلت عليها هاي القضية، قضية الحرق، وهي ديانة سماوية للأسف. ديانة سماوية ظلت شنو؟ لأجل قضية مادية، يعني شخص أبوه مثلا يريد يدفنوه، لما يقول له مثلا متر من القاع أو متر من القاع راح تأخذ كذا كلفة، مثلا تأخذ لنفرض فات $5,000، أو تريد مكان صغير، مكان صغير تقريبا يمكن يصير 15 سنتيم مربع أو مكعب، شنو رأيك؟ وهذا $100 لو $200. فيقولهم لا أريد هذا، يقولوا له لازم نخليه بالمحرقة أو بالمحرقة، يحرقون الجثة، يكسرون العظام، يحطونها بعلبة بلاستيكية ويدخلونها وين؟ بهذا الإطار أو بداخل هذا، ويجي يشوف يزور هذا أبوك ترى أو هذا أمه. هاي دخلت عليه من على الديانة المسيحية. ليش ما وقف لها الدين المسيحي؟ ليش ما حاربها الدين المسيحي؟ هذا السؤال أيضا أنطرحه عليهم، ليش ما حاربوه هذا الدين؟ أو الدين ليش ما حارب هذا الشيء؟ سمحت سيد، هل الأديان الغير سماوية انتشارا في تصاعد أم أنها في انحسار؟ كنسبة لا في انحسار، كنسبة في انحسار، لكن كأفراد يعني أفراد تلتقي بيهم، شوف مثلا واحد بالمليون، وهذه ما تعتبر نسبة، واحد بالمليون مثلا طلع من الديانة المسيحية راح إلى الديانة البوذية، وبما أنه مثلا راح إلى الديانة البوذية سألت أنا التقيت بعدة أشخاص باعتبار أنهم أسافر دائما، فألتقي بهذه البلاد اللي هي على طريق جنوب شرق آسيا اللي هم يتدينون بهاي الديانات، فأسألهم أقول لهم ليش أنتم مثلا انتقلتوا من الديانة المسيحية؟ قال ما عنده وقت، يقولوا لي ما عنده وقت، وهاي الديانة شوية بعيدة عن كذا الالتزامات وكذا، فالقضية قضية أهواء، قضية أهواء ورغبات لا أكثر ولا أقل، وإنما مو قضية اعتقاد
وانتشار ديانة وغيرها من هذه، لا لا، مجرد قضية أهواء، أنا أرغب بهذه الديانة وهذه الديانة تفيدني أتبعها، ما تفيدني يعني مثلا اللي داخل مثلا سوبر ماركت أو اللي داخل مثلا بقالة، يريد الشيء اللي يريده يأخذه والشيء اللي ما يريده يتركه، من هالنوع. نعم. بالتوراة مكتوب فيها اسم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واليهود يعترفون بذلك، فلماذا إذن لا يسلمون؟ هذا طبعا السؤال أيضا موجه إليهم، باعتبار أنه ذكر هذا الشيء أو ذكر هذا المعنى في الإنجيل وأكثر من مرة، لكن إذا اتبعوا معناها أسلموا، وإذا أسلموا تجاراتهم وهذه على مدى أكثر من 2000، وهسه حاليا احنا 2013، على مدى أكثر من 2013 سنة، هاي بالنسبة لهم تجارة وغيرها هاي كلها تروح، لأن يعني بمجرد خليه يسلم واحد من عندهم ذول الكبار، لأن هم يعرفون، هم يعرفون حق المعرفة في الإنجيل اللي موجود داخل الفاتيكان، موجود حتى اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود، لكن هم ما يأخذون به، هم أصلا من يعني باعتبار مثل ما قبل شوي أنا قلت لك أنه باعتبار ديانة الإسلام إجت ناسخة لما قبلها، فهم ما يقدرون يتخذون يأخذون ديانة الإسلام، ديانة الإسلام صعبة عليهم، يعني راح أنه كل هذه تجاراتهم وكلها الأشياء اللي هم حصلوا عليها كلها راح تروح هباء منثورة، لهذا السبب ما يسلمون، يعني قضية دنيوية لا أكثر ولا أقل، ولا مو قضية أخروية، ذاك قضية أخروية يتبعون الإسلام والمسلمين. نعم. لماذا تتحالف الأديان السماوية مع بعضها ضد الإسلام رغم أن تلك الأديان تعادي بعضها بعضا؟ طبعا هم بالنسبة لهم الديانة السماوية، الديانة الإسلام أخذت بانتشار يعني واضح وسريع، هذا الانتشار يعني على مدى هذه 1400 سنة أخذ ما أخذت ديانة سابقة، يعني بهالفترة ما أخذت ديانة سابقة، انتشار جدا سريع، ومع الانتشار تعاليم وأحكام، وأيضا المسلمين يشوفونهم لما ينتقل المسلم من بلد إلى آخر متمسك بعقيدته، ما يريد يترك هالعقيدة هاي، حتى وإن غرت الأهواء، حتى وإن ذهب وعاد يظل على ديانته الإسلامية، لهذا السبب يشوفون يقول لك احنا هذا المسلم صعب علينا جاي نغيره، يعني ما نقدر نغيره، مو سهل انه نجي نغير لنا شخص وهو مسلم. نعم اذا مولود في بلاد اخرى وابويه مثلا ما عندهم التزام هذا يجوز نوعا ما ينجر، لكن انه جاي من بلاد اسلاميه ومع ذلك يكون مثلا طالب او غيرها هذا شويه صعب عليه انه شنو ينجر وراء اهوام، بالعكس تلقاه هو ايضا يسحب ناس الى الاسلام او ينشر تلك الثقافه الإسلامية. وعندنا احنا باب اللي هو باب التعرب بعد الهجرة، انه اذا شخص يخاف على دينه ويدرب نفسه انه لما يروح الى تلك البلاد انه راح ينحرف من ناحية الديانة، هنا ما يجوز له، ما يجوز له السفر الى خارج البلاد الإسلامية. اذا ما هي النصيحة التي تقدمها للشاب المسلم في بلاد الغرب؟ انصح الشاب المسلم بالتفقه جيدا والرجوع إلى التأريخ، وكما يقال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اتبع الدليل، الدليل اللي يكون دليل ناهض، وكما يعبر عنا كمذهب 12 نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، لذلك نقول انه خليه يتبع او اصيبه انه يتبع الدليل اينما كان، ويتفقه جيدا ويطلع على العقائد الثانيه من الديانات الاخرى حتى تكون عنده خلفيه واسعه وكامله يواجه بها جميع من يسال عن الاسلام وعن الديانات الاخرى، وتكون عنده ايضا الاجابات جاهزه
أو بنفس الوقت يمثل الإسلام تمثيل حقيقي. سماحة سيد، كلمة أخيرة لمن يبحث ويدرس الأديان. لمن يبحث ويدرس الأديان، أود أنه أقول أن ينظر بمنظار موضوعي، لا أن يميل إلى جهة دون أخرى. ينظر إلى التعاليم، ينظر إلى الأحكام، ينظر إلى الحكمة من تلك التعاليم والأحكام، ينظر إلى كمال الدين، ينظر إلى التشريع والمشرع، هل هو عالي أم داني، قاصي أم غير ذلك. ينظر نظرة موضوعية إلى تلك الأديان، وعلى ضوء هذا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفق كافة الباحثين في هذا الباب إلى الوصول إلى طريق الصواب. نعم. إن شاء الله. سماحة السيد عبد الغفور المفضل، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم، ونشكر منبر الزهراء على إتاحة الفرصة الكاملة لنا للتحدث عن الإسلام والأديان الأخرى، ونشكر الكادر الذي سعى في إخراج هذه الصورة الكاملة عن هذا البحث العلمي إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.